دي ب90؟ ب90 جنيه الاستقبال، دي ب90 جنيه، ب50 جنيه عباية الاستقبال ب90 جنيه النهارده، ب65 جنيه، ودي برضه ب90؟ دي برضه 65 جنيه، كل ده النهارده معانا على 90 جنيه يا جماعه. دي هنباع ب90 جنيه، بس دي برضه ب90 جنيه شغل الروانزا. كل اسبوع سيد الصيني يبهرنا بعروض، النهارده عامل لنا عرض من اول 45 جنيه، و45 جنيه ده في بيجامه، في معانا كاش، في معانا لانجري، عندنا تصفيات على الشتوي، عندنا عرض ال 800 جنيه هيبقى معانا خمس بيجامات لوكسيات يا جماعه، وده عرض لكل متابعين القناه، هتزودي 10 هتاخدي عرض تاني. عندنا تشكيله برضه الكاشات السبليميشن عامل عليها عرض جبار، واقل من بره كمان في الاسعار. عندنا شغل المقاسات العاديه والخاصه، عندنا الشتوي بتشكيلته كله، الاستقبال عندنا بادئ من 90 جنيه، وعندنا عبايات امهاتي ب 50 جنيه، عروض كتير هتشوفوها النهارده موجوده عند سيد الصيني، كل شغل العرايس هتلاقوه موجود هناك، صيفي وشتوي ولانجري، عندنا شغل الاستقبال، السواي والمراسي، شغل كتير جدا هتشوفوه معانا النهارده، الترنجات اللي بتلاقوها على الاونلاين بمبالغ كبيره هتشوفوها موجوده هناك باسعار جمله الجمله، عندنا كمان الكاشات الترنج اللي انت شايفينها دي، البيجامات الكلاسيك العاديه والخاصه، كل حاجه هتشوفوها في الفيديو، لينك التليجرام في اول تعليق، بس ما تنسوش لايك وشير وعلى بركه الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا رمزي؟ ايه الأخبار؟ وايه الأسعار عند سيد الصيني؟ وأنت طيب وبصحة وسلامة. طب بس سمعني صوتك. اه طبعا مش أنا سامعة بالعافية. قول. احنا عايزين ندمر الدنيا النهاردة. تمام. عندنا أسعار ضرب نار من الآخر من الآخر. تمام. يعني أقل حتة هنا في المكتب نزل عليها خاص ب 50 و70 جنيه. 50 و70 جنيه خاص. تمام. كمان 100. تسلم ايدك. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي اللاب ايه؟ ب 90 جنيه. ده النهارده الشورت ده كده بكام؟ ده ب 90 جنيه يا جماعه، اهو الشورت على 90. ما شاء الله كده اهي. بصي حاجه تبارك الرحمن. بص الجمال. ده النهارده ب 90 جنيه. حلو قوي على 90. تسلم ايدك. ده النهارده معانا على 110. في اشكال كتير. خد شورت. في اشكال كتير. 110. ده برده ب 110. 85 جنيه. ده ب 85؟ 85 جنيه. حلو ده. بصوا كل ده النهارده معانا على 85 جنيه. بقول لك الاسعار تبدا معاك في الواد شورت ب 85 90. تسلم ايدك. تمام. 125 جنيه. ده النهارده ب 125 جنيه. 125. تسلم ايدك. تمام على 125. احنا بنتكلم العرايس، بنتكلم التجار، بنتكلم بتاع الاونلاين. تمام. بصي دي ب 125، ده الواد شورت، ودي القطعه الثانيه، ودي الطب على 125 جنيه. تمام. خش بقى على عرض البيجامات. عرض البيجامات قول لي. الله واحد. ماشي. ملوش تاني. ثلاثة. أربعة. أربع ميتينية. 800. نجيب إيه بقى؟ نجيب إيه بال 800؟ حطيت أنا الأربعة كده. بصوا 800 جنيه. هيجيبوا لنا إيه؟ 800. يجيب معاكي دي. يجيب بيجامة. اهدي بس عليا. تمام 800 جنيه. يجيب معاكي إيه؟ بيجامة زي كده. تمام. هما كلهم هيبقوا بيجامات. كلهم كام بيجامة طيب؟ لما انا اخليها لك مفاجأة. تمام. ماشي. ادي أول واحدة. ال 800 هتجيب معانا. حلو قوي، دي من ضمن عرض ال 800. عرض ال 800 مازال مستمر. عد معايا كده بس وانت قاعد. بصوا. ادي التاني. دي تاني بيجامة. ماشي. عشان بتوع الريلز يلحقوا يعرفوا كام بيجامة يا محمد. هما خمسة. خمس بيجامات ب 800. تمام، ادي تاني بيجامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرض ال 800. بصوا ادي تالت بيجامة. عرض ال 800. بص دي تالت بيجامه، افرد لنا بالراحه يا محمد. ودي الرابعه اهو. تمام. كل ده عرض 800 جنيه. ماشي. تمام. وادي خامس بيجامه اهو. هناخد مع بعض خمس بيجامات ب 800 جنيه. ركزوا معانا في العروض. دي خامس بيجامه على 800 جنيه الخمسه. تمام. خدوا خمس 800 وخد الخمسه. خمس بيجامات ب 800 جنيه. وهحط كمان عليها 10 جنيه. ماشي. اهو ناخد معاكي ايه؟ 810 يعني؟ ناخد ايه؟ ده عرض تاني. استنى لي بقى عشان ما حدش يفتكر 10 وياخدوا دول معاهم. بصوا عرض تاني، ده 810. عرض تاني. تمام. ده عرض تاني. عرض ال 810 كام قطع يا محمد؟ اربع. اربع قطع ب 810. تمام. شغل اعلى من التاني. بصوا ادي بجامه. تمام. وادي الكاش ده معاهم الحته القمر دي. والكاش ده برضو. بصي ادي تاني قطعه. ركزوا معانا، ده شغل لوكس بقى. ادي تاني قطعه يا جماعه، كل ده ب 810. البيجامه الزراير دي ومعانا بيجامه كلاسيك كمان. في الوان من الحاجات دي بقى. كل ده موجود الوان ومقاسات. الوان ومقاسات. تمام. واحنا كده قلنا ادي تالت قطعه وال 810. ال 800 خمس بيجامات وال 810 اربع قطع. اربع قطع. تمام. ثلاثه بيجامه وواحده هوت شورت. ثلاثه بيجامه وواحده هوت شورت. لا اثنين بيجامه، واحده كاش وواحده هوت شورت. تمام. عشان بس للعلم.
تسلم ايدك تمام. تيجي تقول انا عايز عرض ال 800 ده 810 تسلم ايدك تمام. نلمهم بقى تاني تمام تسلم ايدك. نكمل مع بعض برضو الكاشات السبليميشن الحلويات. اي مكتب يقول لك 155 165 كام النهارده؟ الصيني هنا بكام؟ بكام؟ ده ب 130 جنيه. ده للمتابعين ب 130. حلوه الحته اللي فاتت دي على 130. بص اللي جاي حلو قوي. بص انا واخده منهم والله تحفه على 130 جنيه. تمام. بص انا بوريكي بس ده اشكال. بص اشكال انا جايب لك بس نبذه كده عشان خاطر العرض. تمام. بصوا كده كل ده ب 130 جنيه. طباعة وش وظهر على 130. البطوط القمر وفي الاستيتش منه وفي شغل كتير جدا. كل ده النهارده على 130 جنيه. طباعة وش وظهر يا جماعه على 130. بص الحلويات. بص الحته اللي جايه دي حلوه قوي. انت يا عم الله لما تيجي بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. على 130 جنيه سبليميشن طباعة وش وظهر. في منه اشكال كتير جدا جدا عشان وقت الفيديو. البيجامه دي على 170 جنيه. تمام على 170. بصوا جيب 170 جنيه. تمام. اشكال كلها موجوده. ده كاش برضه على 145. حلوه الحته دي على فكره. ده بيك سايز. استنالني بس افرد لنا كده يا محمد. ده بيك سايز على 145 جنيه. شغل حلو جدا وفي استك كمان من ورا. تمام. بصوا دي كلاسيك على 180 جنيه. ركزوا معانا في العروض. دي كلاسيك اهي يا جماعه على 180 جنيه. افرد لي بس ياخدوا سكرين. كل ده ب 180 جنيه. تمام. بصوا كده دي ب 210. تمام. كل ما الحته ما ترفع معاك بالسعر بتبقى الخامه والتقفيل احلى. كل ده ب 210. تمام. بصوا مطرح ما تحطوا ايديكوا هتلاقوا شغل. عدي يا روحي. دي ب 170 جنيه. بص افرد لنا كده. التيشيرت ساده والبنطلون مطبوع على 170 جنيه. اهدى لنا في العرض سيك يا محمد. حاجه زي كده ثلاث قطع بكام؟ بكام؟ ب 140 جنيه بس. ثلاث قطع ب 140. طب استنى هشوف الصوره بس ورينا الصوره بعد اذنك. خدوا سكرين. ثلاث قطع ب 140 جنيه. حلو قوي. دي بنطلون تمام. وادي التوب وادي الروب. ثلاث قطع ب 140 جنيه. تمام. حلو قوي. بصوا كده معانا ده بعد 250 النهارده عامل 210. 210 210 بعد 250 بدل 250 هيبقى ب 210. واهدى لي في العرض يا محمد الله يبارك لك. بصوا كده قلنا يبقى بكام؟ ب 210. تمام. تسلم ايدك على 210. ده اللي هو المضلع. ده اللي هو المضلع. ده اللي هو الرب يا جماعه. رب المضلع. وكم النهارده الكاش القمر ده؟ ب 210 بدل 250 جنيه. الشحنه عندنا من قد ايه يا محمد؟ من اول ثلاث قطع. من اول قطعتين. طب والله خلاص من اول قطع. تمام. الشحنه من اول قطع. تمام. ده معانا برده على 110. تمام. ببنطلون على 110. تمام. ده جودي. جودي يا جماعه. جودي خامه محترمه قوي. 365 ده البيك سايز يا جماعه على 365 جنيه. تمام. ده جودي برضه النهارده ب 335 جنيه. 335 ده شغل جودي لوكسيات على 335 والبيك سايز 365. تمام عشان تبقوا عارفين. تمام. في موديلات كتير. ده برضو جودي. حلو قوي. بصي تمام. حاجه تبارك الرحمن زي كده اهي. كام النهارده؟ 335 جنيه. تمام. ده نور الصباح حاجه محترمه بجد. يعني نور الصباح حاجه تحفه. بعد 380 النهارده ب 310 بس. 310 ما تجيلنا كده يا احمد. 310 تسلم ايديك. تمام. الصيف ده عشان خاطر نلحق ننزل الشتاء. طب ده بقى شغل غنوه حاجه محترمه. غنوه حاجه بسم الله ما شاء الله. تمام. ده غنوه ثلاث قطع. 380 النهارده نقول لك هنصفح عليهم. اهدى لي يا محمد. مش لا انت بتفرد وترمي. 320 320 دي 320 ثلاث قطع غنوه بالبنطلون بتاعها. تمام. اهو ثلاث قطع على 320 جنيه. تمام. بص استنى لي بس ما ناخد صوره. دي 275 275 ده بيك سايز ولا عادي؟ ده عادي على 200 كام؟ 275. حلوه الحته دي على 275. تسلم ايدك. تمام. نكمل مع بعض شغل المصايف.
بصوا عشاء المصايف. المصايف تمام. البحر. بصوا كده معايا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حلوة دي. كم النهارده ده يا محمد؟ قول لي. قول بكام النهارده؟ قول لي للمتابعين. 42 لا. استنى ياخدوا سكرين طيب على الساعة. ادي روحي. قول لي كام؟ عشان ياخدوا سكرين. بص لنا حلويات والله العظيم شغل تحفه. شغل التفاح وشغل الامريكان. بص حته فخامه. سعر مفاجئ. استنى قول لي عليه. مفاجئ. قول كام؟ ب 180 جنيه بس. ب 180 لا استنى بس هناخد سكرين على الحته القمر دي. ده شغل مصايف ب 180 جنيه. الوان واشكال منه كتير جدا على 180. ركزوا منه. بصوا كل ده على 180. بصوا حته حلويات يا جماعه على 180. جنيه. بصوا اشكال منه على 180 جنيه. تمام 180 جنيه. خد بقى الحته التفاح حلوه دي. ده قطعتين دي ولا قطعه واحده؟ 250. تمام ده حالك على 160 جنيه بس. ب 160 ده قطعتين. بصوا الطب فوق 160 جنيه. ده الطب يا جماعه بتاعها ب 160. بصوا الجيبه حلو قوي على 160 جنيه. تسلم ايدك. تمام جينا مغاره ثانيه. بص كده اللي جاي. الحلويات الحاجات الكلاسيك. شغل الكلاسيك. بص الشغل ده كله والله العظيم. بص بفضل من الله اقسم بالله لا كل الحاجات دي عندنا عليها خصومات النهارده. خصومات خصومات خصومات. تمام. حته كم كده ايه دي كم كلاسيك. هات البنطلون جنبها يا محمد كده ناخد سكرين. ده كلاسيك كم كمان. كام النهارده؟ ب 290 جنيه. ب 290 جنيه رزق الحبايب. دي برضو ب 290. بص كل ده ب 290 جنيه. ركزوا كل ده ب 290. حلوه على 290 اللي فاتت دي. تمام المقلمه ب 290. دي ب 280 قطعتين يا جماعه اللي هي ال ب 190 جنيه. ب 190 يعني في ب 280 وفي ب 190. ركزوا نفس ال 180 جنيه. دي 180 نفس الموديل يا جماعه بس مصنع. دي 290 ولا 180 مش دول 290 وده 180 جنيه. اه تمام الكلاسيك 290 وال وروب ب 180. والسكان ب 180 جنيه بس. بصوا دي ب 180 جنيه. تمام تسلم ايدك. دي قطنيات زي كده بكام؟ ب 335 جنيه. دي قطنيات 300 كام؟ 335 جنيه. 335 دي قطان على 335. حلو قوي. بصي بصي الحلويات. بصوا حلو قوي. كام دي برضه؟ 335 دي قطان صافي يا جماعه على 335. اوفر سايز. اه حلو قوي وتلبس بيك سايز برضه 335. تمام ده برضه منها برضه 335. ده نفس النوع برضه على 335. ركزوا معانا في الاسعار. حلو قوي ويتلبس معاكوا 90 كيلو مرتاح. 335 جنيه بس. بصوا كده معانا اهي يا جماعه دي ب 190 جنيه. دي ربي مضلعه على 190 جنيه. 190 جنيه. بصوا الحلويات. اه حلوه جدا دي. تبان في اللبس اكتر. دي معانا على 190 جنيه. دي ربي مضلعه برده ب 190. تمام. دي ب 215. رسمة عين كده على 215. دي البيجامة اهي. كل ده ب 215. تمام. دي فيسكوز كام؟ 240. تمام. فيسكوز اندونيسي على 240 جنيه بس عايزة أقول لك الحتة دي فخامة. استنى لي بس انا اللي عايز اخد عليها سكرين. دي النهارده معانا على 240 جنيه في سكوز اندونيسي. ركزوا معانا مقاسات خاصه الوان واشكال. اه المايوه بتبدا من 350. ماشي تمام. انا اجيب لي سنة. دي كلمه بقى زي كده اهي. دي المايوهات بتبدا ب 315 وبتبدا 325. تمام. اهو في عندك زي كده اهو. في حاجه ثانيه زي كده. عبد الرحمن ده وكده اربع قطع ب 415 بس. 415. في اشكال من المايوهات كتير. 135 جنيه. 135 جنيه. تمام. عشاء البيك سايز. عشاء البيك سايز. البيك سايز. كل ده بيك سايز؟ بيك سايز. اه حبايبنا بقى بتوع البيك سايز تعالوا معانا تشكيل كبير بيك سايز. مصريين والله بس. اه. بصوا ده بيك سايز عشان خاطركم. بص كده معانا البيك سايز يبدا معاكي من كام؟ من كام النهارده؟ 220 جنيه. 220 جنيه. بص البيك سايز عندنا 220 جنيه وده 220. بص هو بيك سايز مقاس واحد. أوه. مش 4 5 لا هو مقاس واحد. أوه. اللي هو يجيب 95 يا جماعه واكتر.
تمام. على كام دي يا محمد؟ 220 جنيه. ده بيك سايز برضو مقلب على 220. بص بص يعني عملوا لكم منه المقاس العادي والخاص، كل ده على 220 جنيه مقاسات خاصه. اعلى بالخمس شويه زي كده ب 325 جنيه، بس ده قطن بقى. بص 100% 300 كام؟ 325 جنيه. بصوا كده معانا 325 جنيه. عندنا صيف، عندنا شتاء، وعندنا بصوا 325 دي اعلى شويه. تمام. 325 جنيه. حلو قوي. 325 جنيه. دي برضه نفس السعر؟ 325 اهي يا جماعه 325. الاسعار ماشيه معاك ازاي؟ 325 جنيه. دي معانا ب 325 جنيه. تمام، مقاسات خاصة. كل ده مقاسات خاصة؟ الشغل ده اللي تلاقيه بره بيتباع بالبنيات والكونسولات هنا عند سيد الصين. بقول لك ب 325. بصوا مقاس خاص اهو يا جماعة على 325. 325. تمام، تسلم ايدك. نيجي لعبايات الاستقبال بقى. الاستقبال عندنا بكام؟ اي مكتب يقول لك 190 180 200 220. عندنا تعالى عند سيد الصين وخدها بكام؟ بكام النهارده؟ 90 جنيه بس. دي ب 90؟ ب 90 جنيه. الاستقبال دي ب 90 جنيه. دي ب 90 جنيه. بس كمية محدودة ب 90؟ محدودة بس اللي يلحق. ودي برضه ب 90؟ اللي يلحق ب 90 ياخد. تمام، دي ب 90، كمية مشكلة محدودة يا جماعة مش كتير. تمام، بصوا عباية الاستقبال ب 90 جنيه النهاردة. كل ده ب 90. استنى لنا في العرض يلحقوا ياخدوا سكرين. دي هنبيعها ب 90 جنيه؟ يلا. ب 90 جنيه يا محمد. دي ب 90، تسلم ايدك. يلا 90 جنيه. بص دي برضه ب 90 جنيه، شغل الروانزا على 90. وده برضه 90 جنيه. استنى لي ياخدوا سكرين. كل ده النهارده معانا على 90 جنيه يا جماعه عند الصيني. بس مش كل عبايات الاستقبال ب 90، دي كميه محدوده عاملها عرض. رز اللي يلحق. الكرش عايزه تتغسل يا محمد. ب 65 جنيه بس. ب 65 جنيه عشان تغسليه. جيبي كيس اري. ب 65 جنيه. بص كده دي برضه 65 جنيه. 65. تمام، ب 65. الامهات دي بكام؟ الامهات ب 50 جنيه. عبايه امهاتي ب 50 جنيه يا جماعه. تسلم ايدك. تمام، نيجي العرض بقى اللي هو اسعار العاديه اللي موجود منها كميات. اه ده 200 جنيه. بصوا كده معانا دي 200 لحد 4 اكس. افرد لنا واستنى اهدى كده يلحقوا ياخدوا سكرين. كام النهارده؟ 200 جنيه. دي ب 200 جنيه لحد 4 اكس. بصوا كده معانا كل ده معانا على 200 جنيه النهارده. تمام، استنى لنا ياخدوا سكرين. دي النهارده ب 220 جنيه. تمام، وعندنا لعبات من 50 جنيه يا جماعه. ركزوا معانا بقى، العبات عندنا من اول 50 جنيه. دي اللي هي الترس او الساعه، ظهرها برضو في شغل يا محمد. دي النهارده بكام؟ ب 220. ب 200 جنيه. ب 200. 210. دي النهارده كام؟ انت كده يا ابو مكه. دي كام طيب؟ 210. تمام. 210 اللي معانا. بصوا الشغل ده برده معانا النهارده على 210. تسلم ايدك. تمام، في تشكيل كبير. والفسكوز هترجع لي بس عشان ايه؟ طب وخليك. تمام، دي النهارده ب 250 جنيه. تمام، دي اللي هي الكم الواسع. 250 جنيه. العبايه الكم الواسع على 250 جنيه. عدلنا يا احمد. بص ده كام؟ 250 جنيه. تسلم ايدك، تشكيل منه حلو قوي على فكره ب 250. شكلها تحفه. بصوا معانا برضه دي على 250 جنيه، تلبس 90 95 100 على 250. عايز اقول لهم في تشكيل كبير جدا، بس عشان وقت الفيديو ما يضيعش تعالوا بينا نشوف تشكيله الشتوي. احنا نقول الحمد لله على السلامه عشان خاطر ام احمد، عشان خاطر مقائد. بص كده بسم الله الرحمن الرحيم نضحى النهارده ونقول الشتوي لاجل عيونك بكام؟ ب 150 جنيه بس. ب 150 جنيه. الشتوي عندنا ب 150. اهو يا جماعه ركزوا معانا في العروض. الراجل ده كان بص كان بيجامه شتوي على 150 جنيه. تمام، فارو يا جماعه. ثلاث قطع برضو زي كده بكام؟ ب 150 جنيه. على 150 جنيه. 150 جنيه. انا بقول لك الحقي نفسك وتعالوا ده توب بالشورت بالروب. والله العظيم الاسعار نازله ما يعلم بها. ب 150 جنيه روب توب بالشورت. 150 جنيه. على 150. زي كده بكام؟ دي قطيفه. 250 جنيه بس. دي بيجامه قطيفه. 250 جنيه. على 250. اي واحد معاه سيوله يجي يلحق نفسه وياخد العرض. ربنا يعين الناس كلها على حالها يا رب. كل ده ب 250 جنيه. ده قطيفه. تمام، قمر زي كده بكام؟ بكام النهارده؟ ب 460 النهارده ب 300 ب 290. يلا ب 290 جنيه. فرزاتش كده تطريز على 290 بصوصه من قدام. ده شغل الربيع. الربيع شغله محترم. انا دفعت فلوس على فكره. 100 وكام؟ ب 170 جنيه. ده ب 170 جنيه. بصوا الجمال،
دي النهارده معانا على 170. دي قطيفه زبده يا جماعه على 170 زي كده بكام؟ دي ملتون 250 جنيه. ملتون خروج 250 جنيه على 250 جنيه. اي حد ده ب 250 جنيه ملتون خروج. تمام. حاجه زي كده بكام؟ بص كده ده ب 290 جنيه. ده ميلتون سبورت كده رياضي تمام. بص كده ده ب 290 جنيه. ده خروج برضه حاجه زي كده 275 جنيه. بص ده ب 275. البنطلون قطيفه؟ لا امال فرو. تمام. قلت لي بكام يا محمد؟ 275 جنيه. تمام. كبيره بصوا كده برضو دي بولر برضو ب 190 جنيه. ده شغل الربيع ده برضو صح؟ على 190 جنيه. تمام. حلوه الحته دي. تعالى لي طالما جاي من جوه كده هتجيب حاجه ببلاش. انا عارفاك ما بتخش جوه كده. ب 150 ده اوفر سايز. انا بقول اي واحده عايزه على 150 هتاخد سكرين على 150 سلوبيت اطفال عشان بنتك ما تعيطش ب 75 جنيه. ب 75 سلوبيت اطفال ب 75 جنيه والله حلوه. 75 تعالى لي تعالى. ده اللي بيع الروب ده ب 190 جنيه عند سادس. ده روب ب 190 جنيه يا بلاش والله ده. بس معاه حزام ولا لا؟ لا معاهوش الحزام ب 190. تسلم ايدك. بصوا معانا ايه تاني يا محمد؟ بص معانا تيشيرت زي كده انت تاخدوه افرده لي. طيب تيشيرت خروج ب 75 جنيه. يا بلاش والله حلو قوي. تسلم ايدك على 75. ده بكام ده؟ دي معاها شورت. معاها شورت بكام؟ ب 140 جنيه بالشورت. يا والله عمال يضحي لكم. سلوبيت ارنب ب 150 جنيه. تسلم ايدك. تمام. سكرين عشان خاطر دي حاجات معينه. اه يعني هي كميه محدوده. اه خدي عليها سكرين. تمام. تسلم ايدك. معانا الروب ده برده كام؟ تعالى لي قول. طب لف لي كده عشان وشه يبان. قول لي الروب ده بكام؟ 260 280. مفيش الكلام ده عندنا. يا راجل الغلابه نقول لك ب 130 جنيه. ب 130 جنيه. الروب ب 130 جنيه. تمام. راح للحبايب. تسلم ايدك. تمام. عندنا هنا قسم خاص باللانجري. احنا كل ما نيجي اوضه تمسك عصايه. ده بخيالك. كام النهارده اللانجري بادئ؟ اللانجري نبدا من 45 جنيه. من اول 45 جنيه. 45 جنيه. تمام. معاكي ايه هنا؟ في انسه بتيجي تقف معاها اللي عايزه انسه تقف معاها برده في اللانجري برده متخصص. موجود انسه يا جماعه بتقف معانا. بس نبذه زي كده اهي 45. ده اللي هو ب 45 جنيه زي ما انتم شايفين اللي هو ده. 45 جنيه. ودي برده بجامه بجامه ب 45 جنيه. طب والله حلوه. وكاش ب 45 جنيه. انا بقول لك لانجري ب 45 جنيه. لو معاكي 2000 جنيه ممكن تاخدي جهاز العروسه. لا مش للدرجات زي محمد. هاتيها بس من الكيجاب. صح هاتي ال 2000 جنيه وتعالي. احنا موجودين فين؟ في القاهره العتبه شارع الجيش عمر فاروق الدور السادس. العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور في نهايه الفيديو. هسيب لكم ارقام موجوده طول عرض الفيديو على الشاشه للتواصل. لينك التليجرام في اول تعليق. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان. احنا واقفين فين؟ قدام عماره فروح في شارع الجيش في العتبه. هنوصل ازاي؟ بصوا ده مدخل العماره اللي هنطلع منه لمكتب سيد الصيني. هنلف كده مع بعض كده زي ما انتم شايفين. ده شارع الجيش. احنا واقفين في نص شارع الجيش. واللي بعمل له عليه زوم ده كوبري الازهر. هنركب مترو وننزل محطه مترو العتبه ونسال على اول شارع الجيش. هتيجوا تحت كوبري الازهر. ولو جايين كمان في ميكروباص هتقولوا عايزين ننزل عند شارع الجيش هينزلكم برضو عند كوبري الازهر. هتفضلوا ماشيين زي ما انتم شايفين كده لحد كريستال لاين وكمان المحفوظ سنتر المدينه. دي علامات مميزه طول ما انتم ماشيين. دي عماره فروح مشهوره جدا كمان اللي عملت لكم عليها زوم. ده اللي جاي بقى من اتجاه مترو العتبه. اللي جاي من اتجاه مترو باب الشعريه كمان هيجي من هنا من المكان اللي انا عامله لكم عليه زوم ده. وهتفضلوا ماشيين برده لحد عماره فروح لحد ما توصلوا في وش عماره فروح بقى اليمه الثانيه. هتلاقوا مين؟ هتلاقوا كمان جمبري العتبه مشهور جدا جدا. اول ما توصلوا كمان شارع الجيش مشهور قوي جمبري العتبه. جمبري العتبه هندي ظهرنا على طول لجمبري العتبه. هنلاقي في الوش على طول دي عماره فروح اللي احنا عملنا منها الجوله النهارده. هندخل كده في العماره زي ما انتم شايفين في اتنين اسانسير يعني مش هتطلعوا على رجلكم خالص. انا همشي معاكم واطلعكم كمان في الاسانسير واوصلكم للمكتب بكل سهوله. هنعدي وهنطلع ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده. اول ما ندخل من باب العماره هنلاقي على شمالنا كده كمان محل فازات ورد عملنا منه جوله حلوه جدا. هنلاقي قدامنا كمان اتنين اسانسير زي ما انتم شايفين كده. واليافطه دي كمان بتاعه سيد الصيني زي ما انتم شايفين. احنا هنطلع كده في الاسانسير للدور
السادس. بصوا طلعنا مع بعض الدور السادس. اول ما نطلع ونوصل على طول الدور السادس هنفتح كده نلاقي مكتب سيد الصيني في وشنا على طول. ده المكتب اللي عملنا منه الجوله النهارده، هتاخده بنفس اسعار الفيديو. واللي يروح كمان يقول له نتابع قناه يوميات مكه عشان يستفاد بكل الخصومات اللي عاملها لعيون كل حبايبنا. بصوا المكان ما شاء الله، لانجري بيتي شتوي صيفي، كل ما يخص لبس العرايس هتلاقوه موجود هناك. يلا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.